24 ساعة فقط هي كل ما تبقى من عمر المنتدى الوطني للشباب الذي انقضى منه 72 ساعة ذهبت بلمح البصر بالنسبة للمشاركين الذين حصحصوا سباق الزمن المتوليهم. وهذا ما جعل وطأة الأقدام تتسارع في أروقة الراديسون بلو، فذاك ذاهب لتقصي أمرا ما والآخر عائدا لينهي المشورة، بالإضافة إلى النقاشات الحاسمة داخل ورش المجموعات للخروج بخريطة توصيات واضحة تخدم الشباب في نهاية ورش العمل ليتم اعتمادها في توصيات المنتدى الوطني للشباب. أوقات الورش لم تكن شافية وكافية للشباب لتدوين كل المقترحات والأفكار، مما دعا إلى تنظيم تجمعات داخل القاعة وخارجها لاستوعاب ما تأخر. ورغم كل هذا اجتمع الشباب في القاعة الكبرى لقراءة الأفكار ودراسة ما قدمته يداهم من توصيات وصياغتها إلى الشكل النهائي في أجواء شبابية كامنة بالطاقة، فيها احتدام النقاش والاعتراض والأخذ بالرأي والرأي الآخر. وهذا ما أكد عليه الشباب المشاركون. المنتدى الوطني للشباب الجالي فرصة قيمة لنحن كشباب إنه نتلافى نتبادل الأفكار والآراء. ثلاث أيام عشناها تحت عنوان عريض شباب نموذجي في خدمة الجمهورية الرابعة. الهدف الأساسي من المنتدى الوطني للشباب هو تشخيص عميق للمشاكل التي تعاني في قطاع الشباب. وبكل هذا السخم الشبابي فإن المنتدى الوطني الأول للشباب الذي كان منتظرا قد قضى نصفه أو جله ولا يفصلنا عن نهايته إلا أحلام الشباب وتطلعاتهم التي ستطل على الجميع لتضيء الطريق. شاركنا فترة ثلاث أيام في هذا المؤتمر، فوجدنا أن هذا المؤتمر الشبابي الذي أطلقه رئيس الجمهورية له عمل كبير من الشباب، أن الشباب التشادي وجدناه ذو أمل ودافعية، حيث أن هذا الملتقى في خلال الأيام الثلاث قد ناقشنا في عدة مواضيع، ناقشنا في العديد من الورش، خمس ورش، وفي كل ورشة هناك مواضيع مختلفة بتخص الشباب، وهذه المواضيع قد ناقشناها بصورة شفافة وكذلك قبول الرأي والرأي الآخر، حتى في النهاية توصلنا إلى توصيات. هذه التوصيات فأنا بنحبس لو أخذت بعين الاعتبار هتحل مشكلة الشباب بجد بشكل جذري. صراحة أنا بصفتي كمرأة وشابة شاركنا في هذا الملتقى، أول شيء كان تعارف بيننا يعني بين الشباب اللي حلوا في الملتقى، وده ذاته شيء جميل جدا. والشيء الثاني يعني المرأة يجينا عندها دور وعندها مشاركة فعالة في الملتقى، كان المشاركات بالتساوي حتى داخل القاعات في إبلاء آرائهم وأخذ آرائهم، فنحن يعني فرحانين جدا بهذا الشيء.